التجربة بحد ذاتها تجربة كفكرة ممتازة جدا. طريقة التطبيق أعتقد لسه إحنا بحاجة إلى وقت أن نقدر نطبقها بهذه الطريقة. التدرج أمر مهم جدا. أنا إذا بجي بنقل اللاعب السعودي إلى دوري خارجي أبي أبدأ بالتدرج حتى أوصل إلى ليفل دوري الأسباني على سبيل المثال أو دوري الإنجليزي. طيب نجي الآن على الوضع الحالي، أنا أتفق مع أبو سارة 100%، فهد المولد رجع الآن، أوكي؟ لابد يكون فيه ترحيب بعودة فهد المولد. كيف طريقة خروجه من النادي؟ لابد بيطلع بطريقة نظامية تحفظ سمعة اللاعب السعودي رقم واحد وتحفظ أيضا حق النادي. يرجع فهد المولد يجب أن يرحب بعودته. سالم الدوسري، يحيى الشهري أيضا كذلك، في حال عودتهم يجب أن يتم الترحيب بعودتهم الجديد للدوري السعودي. هذه التجربة تدرس من جديد، كيف نقدر نطلع لعيبة سعوديين في الدوريات الأوروبية أو الدوريات العالمية بشكل عام من خلال التدرج. أنا إذا عندي لاعب اليوم لاعب سعودي يلعب في ناشئين في الدوري الأسباني أو في الدوري الإنجليزي أو في الدوري حتى الفرنسي، هذه التجارب اللي ممكن صحيح. الآن ندعمها بشكل صحيح. صحيح ممكن يكون في تدرج من خلال الاستفادة من التجارب الصغيرة حتى تكبر وتنضج. لما نجي على الليفل A مباشرة لابد يكون في سلبيات. التجربة كفكرة ممتازة، التنفيذ يمكن يكون بحاجة إلى إعادة نظر خلال السنوات القادمة. طيب بنروح إلى فاصل أخير، وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل الجزئية الأخيرة. عندنا في الخيمة عندنا الأهلي، عندنا دوري الدرجة الأولى، بكرة مباريات الحسم، مباراة الصعود، وفي مواضيع أخرى، قرارات لجنة الانضباط إن شاء الله تعالى حنناقشها في الجزء الأخير.